المهمة الأخيرة. سوف أمسك بكم أيها الفضائيون. لن تستطيع، صاروخنا ينطلق أسرع بكثير من سفينتك الفضائية هذه. سوف نرى إن كان هذا صحيحاً. القائد فرس النهر، شكل المدافع البروتونية. لن تمسك بنا أيها القائد فرس النهر. هذه مفاجأة جميلة، لا أراكما عادة إلا في الليل. لدينا مهام كثيرة نقوم بها. يوم ميلاد التوأمين سيحل غدا. ما الهدايا التي ستقدمانها؟ هذا سؤال جيد يا بلبلة. هل لديكم اقتراحات؟ يمكنكما صنع هدية لهما أو تعثر على شيء. هكذا حصلت على كل كنوزي، وهذا أحد كنوزي. وهذا، أوه، هل لي بهذا الشريط من فضلك؟ أجل، تفضلي. شكراً يا بلبلة، سوف يكون مناسباً للف الهدايا. علينا شراء الهدايا أولاً يا عزيزتي. مرحباً يا مرحباً يا روزي، يا رومبا، يا كارت. لا تنسى القائد فرس النهر. والقائد فرس النهر. إنهم متأخرون عنا كثيراً يا روزي. أقصى قوة للمدافع أيها القائد. نجحت في إمساك الكائنين الفضائيين رومبا وروزي. أحسنت أيها القائد. كرز، فلتناديني القائد كرز من فضلك. معذرة أيها القائد كرز، أين القائد فرس النهر؟ يا إلهي، للأسف أنا لم أرى القائد فرس النهر منذ أن رأيته معكم. شكراً على أي حال يا بينون. هل فتشت منطقة التنزه؟ لم أجده هناك. لم أجده في ساحة اللعب ولا في المتاهة. آسف يا كرز. لكن اطمئن، فلا أحد أفضل مني في العثور على الأشياء. لا 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 لا. صباح جميل. يبدو أنه ليس جميلاً. مرحباً يا لين، القائد فرس النهر ضاع من كرز. يا إلهي، القائد فرس النهر، إنه دميتك المفضلة، إنه لديك منذ فترة طويلة. لا داعي لكل هذا، ما هو إلا دمية. لابد أن نجد القائد فرس النهر لنبحث في ساحة الاحتفالات. مرحباً يا كرز. هل وجدتموه يا رفاق؟ لا، ليس بعد، لكننا سنجده. ما الذي تمسك به؟ لا شيء، إنها مجرد صور قديمة. إنها صورك مع القائد فرس النهر. اطمئني يا كرز، بالتأكيد سوف نجده قريباً. وأعتقد أنني أعرف الطريقة. جميلة. لكن ماذا سنفعل بها؟ في العادة يعلق الناس صوراً للمفقودات. فهمت الأمر. إذن حين يرون الصور سيعرفون أنك تبحث عن فرس النهر. هذا رائع، هيا بنا لنعلقها. هذا جيد. كيف حال الصورة يا فكري؟ حسناً، إنها تسبب لي حكة. ما أقصده، هل وجد أحد دمية فرس النهر؟ في الواقع لا، لم يرى أي شخص دمية فرس النهر.
ربما لأنه ليس جديداً ونظيفاً كما يبدو في الصورة. ليتني اعتنيت به أكثر من هذا. لا تقلق يا كرز، أنا واثق أنك سوف تجده. كرز، يمكنك استعارة دبي المحشو الليلة. لكنه ليس... أشكرك يا لين. من القائد كرز للقائد فرس النهر. ترى هل تسمعني؟ أين أنت الآن؟ كرز، لدينا مفاجأة من أجلك. ها. صباح الخير يا كرز، أنا الكائن الفضائي أسترو. رائع، صنعت الذراعين وأنا صنعت الساقين. أعرف أنه ليس القائد فرس النهر، لكن ربما حان الوقت للتغيير. أشكركم. وجدته، أعرف أنه هو، لقد رأيته. القائد فرس النهر. نعم. أجل أجل أجل. أوه بلبلة، هل أنت متأكدة؟ إنه فرس نهر بخوذة رائد فضاء. هذا هو، لكن أين؟ اتبعوني. لقد أعجبهما كثيرا. أوه بلبلة، كنت محقة، لقد عثرنا على الهدية المناسبة. القائد فرس النهر. معذرة، ولكن هذا يوم ميلاد سعيد أيها الصغيران. أشكرك يا كرز. لكنه القائد فرس النهر الذي تحبه. لم أعد في حاجة إليه، ربما حان الوقت ليحظى به الصغيران. ما الأمر الآن؟ هل يعجبكما أستر الفضائي؟ رائعا، أليس كذلك؟ صنعت الذراعين، أنا الكائن الفضائي أسترو. انظر يا كرز، إنهما يحبانه أكثر من القائد فرس النهر. يا إلهي، ليتنا نجد لهما واحداً مثل هذا. حسناً، ربما يمكنكم أن تستبدلوا أسترو الفضائي بالقائد فرس النهر. هل أنت جادة؟ هذا إن لم يمانع كرز. كلا، لا مانع لدي على الإطلاق. انتبهوا يا كل الفضائيين، القائد فرس النهر سوف يقبض عليكم.